بسم الله الرحمن الرحيم. يوم السبت 21/12 الساعة 6 المغرب أو بالليل. قالوا إن المطار مفتوح جسر الأحرار. حياتنا إحنا عاليين بالوقت. ويوم 21/6 المغرب. بس في شغلة أكو سيارات. كان أكثر شيء راس المنظمة. شغلة الأنبياء. واقفين هسه قبالنا بساحة الوثبة بس ما يضربونا عادي. الوضع مستفز حاليا. هذا هو فريق مكافحة الدخانيات.